اجابه عن تساؤل مجموعه من المؤمنين لمكتب سماحه المرجع الاعلى السيد السيستاني حفظه الله تعالى عن عمل الملاكات الطبيه والتمريضيه التي تتعامل مع المصابين بفيروس كورونا افتى سماحته ان علاج المرضى ورعايتهم والقيام بشؤونهم واجب كفائي على كل المؤهلين لاداء هذه المهام من الاطباء والملاك التمريضي وغيرهم بعد ما قال سماحه السيد بان هذا واجب كفائي ويمثل المرابطين والمجاهدين حقيقه لنا الفخر كثيرا ان نكون ككوادر طبيه وتمريضيه ان نكون من المضحين ومن المثابرين كذلك وهذا ينطينا عزم كبير ان نعمل ونثابر ويكون عملنا موازي للجهاد جمله من التوصيات على السلطات المعنيه توفيرها للملاكات الطبيه لحمايتهم من مخاطر الفيروس رغم كل التحديات والالتزام بالاجراءات الوقائيه في المستشفيات في عموم البلاد للحد من انتشاره المرجعية الرشيدة من حرصها على أبنائها من أبناء الكادر الطبي أوصت السلطات بتوفير والجملة دقيقة جدا أنه بالممكن قد ممكن أنه نوفر وسائل الحماية للأطباء والكوادر التمريضية والقوى الساندة هذا الموضوع ليس هو بالسهل صعب جدا ان تلامس مصاب وباء او تلامس حاله مؤكده لكن استخدام الوقايه واستخدام المحكمات الصحيحه للتخلص من هذا الشيء. استفتاء اصدرته المرجعيه العليا في النجف الاشرف تثمينا للجهود العظيمه التي تقوم بها الملاكات الطبيه والتمريضيه في التصدي لهذا الفيروس الخطير كونهم بتماس مع المصابين مما زاد من عزيمتهم والتزامهم بواجبهم الانساني تجاه المواطنين